السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة كويسة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنتعرف على طريقة تحويل جهاز الكمبيوتر الى نقطة لبث الانترنت او راوتر لبث الانترنت. في اوقات كتير بنكون معانا جهاز USB لاستقبال الانترنت او واي فاي ادابتور زي اللي احنا شرحناهم قبل كده في اكتر من فيديو، هسيب لك اللينكات بتاعت الفيديو دي اسفل الفيديو ده. وبعدين بنكون محتاجين نشغل الواي فاي بدون اي تكلفة زيادة، ففي اكتر من برنامج لتحويل الكمبيوتر الى نقطة لبث الانترنت. البرامج دي انا جمعتها كلها او جمعت اغلبها في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله. نطلع الفاصل ونرجع لحضراتكم. اول حاجة بنعملها اننا بنحمل البرامج اللي هنحتاجها لبث الانترنت. طبعا انا جمعت البرامج بالشكل قدام حضرتك كتمن برامج لبث الانترنت من خلال الكمبيوتر. هنجرب على برنامجين او ثلاثة الاشهر في الاستخدام عامة، وهنوريك ازاي بتحمل الملفات الخاصة بالبرامج دي، واللي هنعمله على برنامج واحد هينطبق على باقي التمن برامج. هنبدأ مثلا ندخل على اللينكات دي، هتلاقي اللينكات دي موجودة اسفل الفيديو ده. هتبدأ تضغط على اللينكات دي لينك علشان تحمل الملف. طبعا انا رفعت كل برنامج على 3 سيرفرات مختلفة، بحيث ان لو لينك من اللينكات ما اشتغلش معاك هيشتغل اللينك التاني، تمام؟ بالاضافة لو في من البرنامج ده نسختين، نسخة عربي ونسخة انجليزي، رفعت لك النسختين العربي والانجليزي، تمام؟ طبعا انا هوريك بس ازاي بتحمل من كل سيرفر من السيرفرات، علشان في ناس بعد كده بتبدأ تكتب في التعليقات ان في مشكلة عندها في التحميل. هنبدأ ناخد اللينك الاولاني بالشكل ده كوبي، او هتضغط عليه ضغطة واحدة اسفل الفيديو هيبدأ يفتح معاك بالشكل ده. بعد كده بيجي لك برنامج اسمه كونكتيفيتي 2019، وده من اشهر البرامج لعمل بث الانترنت من خلال الكمبيوتر. بنضغط على فري داونلود. بعد كده يا جماعة بنستنى 30 ثانية بالشكل قدام حضرتك، وبعدين بنضغط على ايام نوت روبوت. بعد ما بينتهي العداد اللي قدام حضرتك هتضغط على العلامة دي اللي هي كريت داونلود لينك. بعد كده بنقفل الصفحة اللي قدام حضرتك، وبعدين بنضغط على كريت داونلود لينك بشكل قدام حضرتك. هيجي لك تحميل البرنامج اللي مساحته 10.58 ميجا. طبعا انا حملت البرنامج ده قبل كده. هنبدأ نسطب البرنامج بالشكل اللي قدام حضرتك. طبعا قبل ما بنستخدم البرنامج ده بيكون عندنا قطعة الواي فاي او اليو اس بي ادابتور، وتكون وصلتها في الكمبيوتر، وتكون كمان عرفتها وشغالة بالشكل اللي قدام حضرتك. نيكست اجري زي ما انت شايف، تعريفه زي اي برنامج موجود عندك على الكمبيوتر، ما فيهوش اي مشكله خالص، وبيعمل زي ما انت شايف هوت سبوت 2019، يعني بيعمل نقطه لبث الانترنت بالشكل اللي قدام حضرتك. وزي ما هو قدام حضرتك في الصوره بيكون راسم لك رسمه واي فاي، وحوالين منها حاجات شغاله واي فاي زي الموبايل زي اللابتوب بالشكل اللي قدام حضرتك. يعني كمان حتى لو معاك لابتوب ومحتاج انك توصله بالكمبيوتر هيبقى نفس الكلام اللي قدام حضرتك. طبعا بتحتاج تعمل ريستارت للكمبيوتر. نعمل ريستارت للكمبيوتر ونرجع نكمل الفيديو لحضراتكم. ورجعنا لكم يا جماعة بعد ما عملنا اعادة تشغيل للكمبيوتر عندنا. هنلاحظ ان البرنامج ظهرت له الايقونة اللي قدام حضرتك، بمجرد ما بنضغط عليها دبل كليك بالشكل ده هيبدأ يفتح معنا البرنامج، وهنلاحظ ان البرنامج اتنشط في المنطقة دي، تمام؟ طبعا احنا بنستخدم النسخة التجريبية من البرنامج. زي ما حضرتك شايف البرنامج ده بيشتغل واي فاي هوت سبوت وايرد راوتر واي فاي ريبيتر. لو انت حابب انك تكبر الاشارة او تشغله وايرد راوتر، طبعا احنا عايزين نشغله في المنطقة دي واي فاي هوت سبوت. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنختار ان هو زي ما انت شايف كده نتورك اكسس راوتد، وبعد كده بنختار هنا اسم الشبكة بالشكل ده. يعني لو افترضنا اننا عايزين نسمي الشبكة بالشكل اللي قدام حضرتك هنسميها كونكتيفيتي شرطة وليكن انجينير، تمام؟ وبعدين بنختار الباسورد اللي انت عايز تختاره باي شكل. طبعا انا بفضل دايما في الباسورد ان هو يعني يكون فيه ارقام وحروف ورموز، وكمان الحروف يكون فيها كابيتال وسمول. طبعا نختار بس اي حاجة دلوقتي كتجربة من 1 لـ 9 بالشكل قدام حضرتك، وبعدين نقول ستارت هوت سبوت. زي ما انت شايف هيبدأ يعمل ستارت للهوت سبوت بالشكل ده، وبعد كده بيبدأ يشتغل معانا
البرنامج، هتلاحظ انك عندك في الموبايل بتاعك او اللابتوب ظهر اسم الشبكة اللي قدام حضرتك. هتبدأ هتختار اسم الشبكة وتعمل كونكت عليها وتشتغل نت عادي جدا جدا جدا. هو الفكرة كلها ان البرنامج بياخد النت من الكابل بتاع الانترنت المتصل بالكمبيوتر او اللان الموجود عندك في الكمبيوتر، ويحوله ليه بس الانترنت عن طريق كارت الوايرلس الموجود عندك في الكمبيوتر اليو اس بي، عشان توفر اكسس بوينت من انك تشتريها تستخدم كارت اليو اس بي وايرلس الموجود عندك في البيت. طبعا يا جماعة، بمجرد ما بنوصل الموبايل بتاعنا على البرنامج ده او على الهوت سبوت ده، بتلاحظ ان الابلود بدأ يشتغل معنا والداونلود بدأ يشتغل معنا بالشكل قدام حضرتك، وده دليل على ان البرنامج اشتغل تمام تمام، ده مفيش اي مشكلة خالص. لو حبينا نحمل البرنامج من موقع تاني، علشان بس الناس اللي بتعاني من عملية تحميل الملفات بالشكل قدام حضرتك، هنفتح صفحة نت عادية وناخد اللينك التاني بالشكل ده. بعد كده بنضغط على بروسيد تو فايل بالشكل قدام حضرتك. بعد كده يا جماعه بنختار الفري داونلود بالشكل ده. بعد كده يا جماعه بنبدا نضغط على اي ام نوت روبوت ونستنى 25 ثانيه بالشكل قدام حضرتك. احيانا بيجيب لك رساله بالشكل ده يقول لك سؤال تجريبي، بنبدا نختار او نجاوب على السؤال قدام حضرتك، وبعدين بنضغط على فيريفاي قدام حضرتك، وبعدين بنستنى الوقت ال 25 ثانيه بالشكل ده. بعد كده بنضغط على كرييت فري داونلود، بنقفل الصفحه اللي بتطلع معانا بالشكل ده، وبعدين بنضغط على العلامه اللي هتظهر هنا بالشكل اللي قدام حضرتك، بريبيرنج يور داونلود لينك. بعد كده بنضغط هنا، البرنامج هيظهر لنا بالشكل قدام حضرتك 10.58 من 100 ميجا بالشكل قدام حضرتك. هنبدا نحمل البرنامج زيه زي البرنامج اللي فات. هنبدا برضو نوريك السيرفر التالت بتحمل منه ازاي. بنفس الطريقه بناخد اللينك كوبي او بنضغط عليه ضغطه واحده من الماوس بالشكل ده. بعد كده بنضغط عليها داونلود. بعد كده برضو ايام نوت اروبوت بالشكل قدام حضرتك، وبعدين كونتينيو. هيبدأ يظهر معانا بالشكل ده، هيعد عداد 4 ثواني بالشكل ده، وبعدين داونلود. هيظهر معانا الملف اللي قدام حضرتك، هتبدأ تضغط على ستارت داونلود علشان تحمل من موقع فايل فورنت. تمام، اللي احنا عملناه على البرنامج ده ينطبق على اي برنامج من البرامج التمانية اللي انا سيب لك اللينكات كلها اسفل الفيديو. طبعا البرنامج التاني الاشهر في الشغل ده، طبعا لو احنا حابين نقفل البرنامج ده ممكن عادي، مفيش اي مشكلة خالص، نضغط عليه وبعدين بنضغط على اكزيت بالشكل ده. بنعمل حاجة اسمها ستوب هوت سبوت او اكزيت هوت سبوت. ادي لينك البرنامج التاني بنحمله برضو زي البرنامج الاولاني، مفيش اي مشكلة خالص. طبعا هنا بيقول لك في مشكلة ليه او مش عايز يتسطب، بيقول لك the file name او directory name or volume label syntax is incorrect. طبعا المشكلة دي انا كنت حلتها قبل كده على القناة، سببها انك حاطط البرنامج ده على بداخل ملف باللغة العربية. كل عليك فعلا انك بتاخد الملف ده كوبي تمام وتسيبه على الديسكتوب علشان ما يبقاش متداخل مع البرنامج التاني، وبعدين بتضغط بالكليك كده هتلاقي البرنامج اتحل معاك تماما، او بتغير اسم الملف او الفولدر من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية، هيشتغل معاك تمام مفيش اي مشكلة خالص. بعد كده بتضغط نيكست نيكست كرييت ديسكتوب ايكون بالشكل ده، وبعدين انستول. هيبدا يظهر معانا البرنامج برضو او ايقونة البرنامج بالشكل ده. طبعا برضو البرنامج ده بيحتاج اعادة تشغيل. في برنامج تالت برضو علشان نعمل اعادة تشغيل مرة واحدة، في برامج كتير انا هسيب لك لينكاتها كلها اسفل الفيديو. طبعا البرنامج ده منه النسخة العربية والنسخة الانجليزية، هسيب لك اللينكين اسفل الفيديو. تمام، برضو في عندك الواي فاي هوت سبوت بالشكل ده، برنامج برضو من اشهر البرامج في عمل هوت سبوت للكمبيوتر. بعد كده بنضغط على انستول بالشكل ده، اسمه بابيدو واي فاي هوت سبوت اهو. مجرد ما بنضغط على البرنامج بيطلب مننا عمل الواي فاي او اسم الشبكة بالشكل ده والباسورد لو انت مثلا عايز تسميها زي ما انا بحب اسميها انجينير مثلا. تمام، وبعدين بتكتب الباسورد من 1 لـ 9 وبعدين بتضغط اوكي. بيبدأ يشتغل على الهوت سبوت سيرفر بالشكل ده، وبيحول الكمبيوتر بتاعنا الى نقطة بث للانترنت
او واي فاي ليه بس الانترنت بالشكل قدام حضرتك. تمام. طبعا البرنامج هنا مش قادر يشتغل لان برضه محتاج عمل اعادة تشغيل للكمبيوتر. هنعمل اعادة تشغيل للكمبيوتر ونرجع لحضراتكم تاني. هنبدأ يا جماعة نجرب البرنامج التاني بالشكل ده. مجرد ما بنضغط عليه بالشكل ده بيقول لك يو ماستر عن ماي بابليك واي فاي از ادمنستريتور. تمام. بنضغط رايت كليك بالشكل ده وبعدين بنقول له ران از ادمنستريتور. بيظهر معنا البرنامج بالشكل ده. طبعا هنا ممكن تشغله في السيتنج بتاعتك كواي فاي هوت سبوت. هتبدأ كل اللي عليك فعله انك بتغير طبعا هنا ستوب هوت سبوت على اساس ان هو شغال بالشكل ده. تمام. لو انت بقى محتاج انك تشغله باعدادات مختلفة نقول له ستوب هوت سبوت بالشكل ده. تمام. وبعد كده بنبدأ نختار اسم الشبكة اللي احنا محتاجين نغيره بالشكل ده. نخليها مثلا ENG. وبعدين بنكتب الباسورد بتاعنا مثلا من 1 لـ9 بالشكل ده. تمام. وبعدين بنقول له سيت اب اند ستارت هوت سبوت. بيبدأ يعمل هوت سبوت للكمبيوتر وبتظهر العلامة الخاصة بالماي بابليك واي فاي جنب علامة الساعة بالشكل ده. تمام. بعد كده بنضغط على علامة التصغير بالشكل ده بيختفي البرنامج هنا وبيكون شغال على الموبايل او على الكمبيوتر بتاعك مفيش اي مشكلة خالص. طبعا هنعمل اكزيت للبرنامج بالشكل ده وهنعمل اكزيت للبرنامج التاني علشان نجرب البابيدو واي فاي هوت سبوت بالشكل ده. ده البرنامج التالت. طبعا في 5 برامج تانية مش هنشرحهم هنسيبهم لك في اسفل الفيديو بحيث انك لو حابب انك تشغلهم على الكمبيوتر مفيش اي مشكلة خالص. تمام. ولو حد وقف معاه اي مشكلة ياريت سيبالنا في تعليق اسفل الفيديو. تمام. طبعا هنا برضو بيقول لك انجينير من 1 لـ9 وشغال الهوت سبوت بالشكل قدام حضرتك. لو فتحت الموبايل بتاعك هتلاقي اسم الشبكة اللي اسمها انجينير ظاهرة معاك على الكمبيوتر او على الموبايل بتاعك وتبدأ تعمل اتصال مفيش اي مشكلة خالص. تمام. وكده البابيدو واي فاي هوت سبوت برضو اشتغلت معاك. في كذا برنامج موجودين عندك في الوصف اسفل الفيديو هسيب لك لينكات التحميل. وبرضو في برنامج بيتوفر باللغة العربية واللغة الانجليزية تقريبا البرنامج رقم 4 اسمه ماري فاي. هسيب لك اللينك الخاص باللغة العربية واللغة الانجليزية بحيث ان لو واحد مش عارف يشغل اللغة الانجليزية يلاقي معاه اللغة العربية. تمام. الطريقة اللي احنا شرحناها دلوقتي دي نفس الطريقة اللي لو عندك لابتوب ومحتاج انك تشغله كنقطة لبث الانترنت من خلال كارت الواي فاي الموجود بداخل اللابتوب بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى الناس تشارك الفيديو ده مع اصدقائها حتى تعم الفائدة على الجميع. بشكر حضراتكم على الدعم الكبير في الفترة الاخيرة. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.